فقد آن الأوان أن تعاد الحقوق إلى أصحابها والأمانات إلى أهلها، بأن يعاد الجامع الكبير والمدرسة الدينية المجاوران للأئمة الأطهار رضي الله عنهم إلى أهل مدينة سامراء الذين يعدون هذين الرمزين جزءاً لا يتجزأ من تاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم وكيانهم. وهذا هو السبيل الكفيل والأوحد لقطع الطريق على العابثين بمقدرات البلد والساعين في تمزيق وحدته والسائرين في ركاب أعدائه المنفذين لمخطط المحتل وأعوانه. وهذا هو المطلب الأساس هذا اليوم من أهل المدينة، الذي يجب على الحكومة فورا أن تقوم به، بل هو من أوجب واجباتها.